السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح الخير سي مختار. به نظفته كما قلت لي، هو باش نخدم كرهب وتشوف. هاي هاك شوف يا سي مختار، كرهب نظفنا الكابتن روم والكرهب رجعت امورها راكحه وبارك الله فيك، ما فماش حتى مشكلة، الموتور رجع متحد ورجي بارك الله فيه. صباح الخير الناس الكل، عندي هذه 307 اللي بالبومب هاش بي تخدم، كي خدمها نسمع التقطيق والترشيق، معناها الموتور ماهوش مستقر جملة، كي خدمها نسمع طاف طاف وش عليه فما بيانة فوسط الموتور هذي مسكرة، وحاجة تسمع طق طق بعدين الكونفرنسي بالقوي يتنحى التقطير. اسمع مش عارفين من درا الانجكترات مهمش باهي، خاطر كانوا يخلوا في كهرباء اخرى من رجلي، وان البومب الهاش بي هي اللي فزت مش قاعده تبع في المازوت كما هو كان، وهذا هو راهي كان في الكهرباء من رجلي عنده لها، كي ولات تعمل له كي توصل البريسيون في 3 ولا في 2.5 تسمع التقطير هذا، وبعد يتنحى يمشي على روحه بعد يكمل يزيد، كي بدل 4 انجكترات هذوما دوبا ما يخطف يسمع التقطيق من بعد يتنحى، كي لانسي ساعات لانسي واحد هالكرهبة وتسمع الطق طق مش عليه معناها يحرق بالفرح. هذي هي تروسو، اسمع وحدها وحدها وحد كهو حسيلو. جربنا بدلنا الكابتار هذا، بدلنا الكابتار هذا، نظفنا التيربو، شفنا الانجكترات نظفناهم شيء، باقي المشكلة هي بيدة ما عرفناهاش فنية، وسبحان الله بالزر عملت فيديو بعثت السي مختار هذايا في تونس، بعثت له قلت له عندي التروا سوسات هذايا هاش جي دو ليتر، عنده خبرة كبيرة مصلي على النبي عليه، وريته فيديو وبعثته له، قال لي جرب نظف الحساس الرومب اللي هو يركب لهنا بالضبط، شفتوا الكابتر الاحمر هذاك اللي هو الحساس الضغط الديزل اللي يركب على هذه، قال لي جرب نحيه ونظفه وعاود جرب شوف. حسيلو نظفناه وكل شيء وعاودنا جربنا، سبحان الله يا سبحان الله، الموتور تقوش عليه ماهوش كان ما كانش كما يطقطق كما العاده، سبحان الله الكرهبه دي مشات قداش من ميكانيسا ايطالي طلين ان يحكيو بيهم طلين وما طلين، اللي يهزهولي يقولوا الموتور هذا فيه بيله مكسره بدل الموتور، اللي يهزهولي يقولوا بدل الموتور. جاتني الفكره قلت خلينا نبعث فيديو هذا سي مختار فماش ما يعطيني الحل، وتبارك الله عليه ما شاء الله عليه ربي فضله، قال لي نظف الحساس ما قال ليش بدلو، قال لي نظفه وجرب الموتار، اني ها توا باش اني نظفت الحساس صاو وها باش نجرب نخدم وتسمع الموتار كيفني كيفاش كان كيفاش يدور دور يجي نتاعو. تفضل وي بسم الله. يخطف خطفت سمعكم الموتور، فر الموتور رجع يخدم يدور المراكل، لا بدلت الرومب ولا بدلت شيء، جيس نظفته بالديبو هذيكي ومسحته وعاود حطيته وخدمت الكهرباء رجع بدلوها، الطاير الكل معناها حتى كي حكيت لهم قاعدين حاليا فاهم قال كيفاش معناها ما يجي كان حساس عملي جاب نصيب وزمر وجدا وشيء، هو جسم حساس هي قريب خبرة الموتور رجع درجة فرق الموتور يدور كلا عاد مفيش حتى مشكلة مفيش حتى مشكلة، وبارك الله فيك سي مختار وربي يطبقك. هذا كان بعث لي فيديو من متاع 307 اتش دي 307 من ايطاليا، وخسروا عليها برشا فلوس انجكترات ومش عارف شنو حاصلوا وحساسات ويعني كابترات وبخاخات يعني عملوا فيها برشا حاجات وزار بها برشا ورش في ايطاليا يعني برشا كراجات طليان وحتى واحد ما عرف الديفو
في الاخر قالوا له هذا يمكن الموتور لازمك تبدل الموتور. طبعا انا عملت له فيديو وشرحت له فيه المشكل، وقلت له يعني ما تعمل حتى شيء، فقط قلت له نظف الحساس هذه نتاع البريسيون نتاع اللي هو بريسيون غازوال اللي هو حساس ضغط الديزل هذاك، ساعات كيف يشد تفشه ولا حتى شعره نتاع راس ولا حتى وسخه يعمل مشكل هذاك، وكي يخرب زاد كي يخرب زاد يعمل نفس المشكل. هذا اللي قلت له يعني حاجه بسيطه سهله جدا، هون تشوفوا الناس ايش تعاني مساكن وكيفاش يعانوا، هذه حاجه من الحاجات الالاف الحاجات اللي، وهو كثر خيره بارك الله فيك عاود بعث لي فيديو يعني فما اللي يطفي الضوء يصلح مشكلته ويريق اموره وما عادش يبعث لك حد شيء وما عادش يشوفك اصلا. خلي عاد من اللي وعدوني بهدايا وعدوني بكذا وخلي اسكت، هذا ما نحكوش عليه. وانا الحمد لله يعني ربي يعني موسع علي ورزقني من واسع والحمد لله رب العالمين، ومش محتاج يعني حد، لكن هم يقعدوا وحدهم يعني من الفرحه، يعني من الفرحه احيانا يعني من كثر ما انت عاونته وفرحت يبدا فرحان يبدا يقعد فيك في حاجات اللي هو ما يقدرش عليها ممكن ولا فما. حتى اللي وصل جاء لتونس وكلمني وقال لي قضيتك وصلت في تونس، وقلت له راني باش نخلصك فيها، قال لي لا، قلت له راني باش نعطيك فلوسك فيها لان وقتها حشتي بها القطع، وبعث لي سكر تليفونه ورجع لفرنسا وكان ما صار ما فهم شيء. ليش علاش يعني الوعود الكاذبه والفارغه؟ انا ما طلبتش منك، انت اللي عرضت عليه الموضوع، ولهذا الحمد لله انا ديما مسخر نفسي باش نعاون الناس باش نفرحهم باش نحل لهم مشاكلهم اللي نقدر عليها، وهم المفروض يعاونوني زاد في كي يبعثوا لي فيديو كامل الشروط باش انا هكاك نجم نعاونهم ونجم نساعدهم في لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.